بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبابي طلاب مدارس المدينة الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس الرياضيات للصف الأول الابتدائي، درسنا اليوم راح يكون أحل المسألة. إذا ما هو درسنا اليوم؟ ممتازين. إذا درسنا اليوم عنوانه أحل المسألة. فكرة الدرس أني أحل المسألة بتمثيل المعطيات. إذا هذه فكرة الدرس، أني أحل المسألة بتمثيل معطياتها. الآن نأتي إلى المثال الأول اللي هو، لاحظ إذا كان مع إبراهيم ورقتان من فئة 5 ريال، 5 ريالات، ويريد أن يشتري علبة أقلام ثمنها 13 ريالا. إذا فهمنا في البداية أنه مع إبراهيم ورقتان من فئة 5 ريال. طبعا نعرف أنه في البداية نحط خط تحت المعطيات ودائرة على المطلوب. هذه طبعا المعطيات، أنه مع إبراهيم ورقتان من فئة 5 ريالات، ويريد أن يشتري علبة أقلام ب13 ريالا. المطلوب الآن هذا اللي هو السؤال، ما العملات التي يحتاج إليها إبراهيم ليتمكن من شراء إيش؟ هذه العلبة. هذه طبعا وضعنا خطا تحت المعطيات ودائرة على المطلوب، المطلوب اللي هو السؤال. الآن نأتي إلى حل المسألة. الآن عندي في حل المسألة 4 خطوات. كم خطوة لدينا؟ ممتازين، 4. الخطوة الأولى اللي هي أفهم، الخطوة الثانية أخطط، الخطوة الثالثة أحل، والرابعة إيش؟ أتحقق. إذا لدينا 4 خطوات لحل المسألة. طبعا في البداية أفهم ما المعطيات، حطينا عليها خط، والمطلوب وضعنا عليه دائرة. كيف سأحل المسألة؟ درسنا اليوم حل المسألة أني أمثل معطيات المسألة. أمثل إيش؟ معطيات المسألة. ما هي المعطيات؟ أعطيني 5 و5 اللي هو مع 10 ريال من فئة، إذا مع 5 كل في كل قطعة من فئة 5 ريال، يعني مع 5. الآن المطلوب يبغى يشتري شيء ب13 ريالا، فماذا نفعل؟ نريد أن نضيف، أو كم، ما هو المطلوب؟ كم يبغاله إبراهيم حتى يكمل 13 ريالا؟ إذا عنده 10، نضيف 3 ريال يصير 13. لكن الريالات ممكن نضيف ريالين زي هذه، طبعا هذه ريالين زي ما أنتم ملاحظين، صار 12، وهذا إيش؟ ريال. إذا نضيف 3 ريال اللي هي ريالين، بعدين إيش؟ ريال. إذا هذه طريقة إيش حل المسألة، إنك تمثل، مثلنا ورقتين من فئة 10، هذه معطى، ثم أضفنا إيش؟ 3 ريال. وبكذا يكون انتهى السؤال. طبعا كيف أتحقق؟ هل إجابتي معقولة؟ نعم، لأنه 5 زائد 5 إيش؟ 10 زائد 2 12 زائد 1 إيش؟ 13 ريالا. إذا انتهى حل إيش؟ المسألة اللي هي المثال الأول. نأتي إلى فقرة أحاول. الآن نفس الطريقة، لدينا أرادت هيفاء أن تشتري حقيبة ثمنها 40 ريالا، ولم يكن معها إلا 25 ريال فقط. إذا معها كم؟ 25 ريال. ما العملات النقدية التي، طبعا نضع خط دائرة على الإيش؟ على المطلوب اللي هي، معلش، إذا هذه الدائرة ونعيدها طيب مرة ثانية. طبعا في البداية نضع خطا على المعطيات، لاحظ، ولم يكن معه إلا 25، ثم دائرة على المطلوب اللي هو السؤال. طبعا السؤال كل هذا إيش؟ سؤال، وهذا يحتوي على السؤال. إذا وضعنا دائرة على، أو أحطنا المطلوب، وهو كم تحتاج من عملات. الآن نرجع للسؤال.
نحتاج 40 طبعا، ومعنا 25 نمثل هذه القطع. الآن 25 اللي هي عبارة عن 10، قطعة ثانية 10، وقطعة ثالثة إيش صار عندنا؟ 20 وزيادة إيش 5 ريال، صار عندي 25 ريال. الآن أبغى نضيف أشياء حتى تصبح لدينا، أو عملات حتى يصبح لدينا 40. طبعا نضيف عملات كبيرة، وهذه طبعا 10، كم أصبح لدينا؟ 35. وهذه 10، كم أصبح لدينا؟ 45. وهذا طبعا لا يصلح، إذا نرجع نحذف اللي هي 10 ونخليها كم؟ فقط 5. إذا الآن نعيد مرة ثانية، هذولي طبعا القطع، هذه القطع معانا في المعطيات اللي هي لم يكن معها إيفاء إلا 25 ريال، 10 20 25. الآن أريد أن نضيف عملات أخرى، كم أضفنا حتى أصبح لدينا 40؟ أضفنا 10 بعدين إيش 5، إذا تحتاج إلى 15 ريالا. إذا هيفاء تحتاج إلى 15 ريالا فقط. الآن تريد سؤال ثاني، تريد رنا أن تشتري طبعا هذه معطيات لعبة 8 و10، شايفينها هذه اللعبة 8 و10 ريال، وهذا طبعا المطلوب. فما العملات التي إيش لاحظ؟ ما العملات النقدية التي ما العملات النقدية نضع عليها دائرة اللي هو المطلوب، معلش السرعة. إذا ما هي العملات النقدية التي يمكن أن تدفعها للبائع لتشتري رنا اللي هي اللعبة؟ ما رأيكم؟ هي تريد أن تشتري ب10 ريال، ما رأيكم؟ نفكر فيها، كم عملات ممكن قطع نقدية مثلا 10 ريال، كم تحتاج؟ نعم ممكن تحتاج إلى 10 ريال، ممتازين، قطعة واحدة ب10، أو ممكن تحتاج إلى، ممتازين كذا، قطعتين ب5، أو ممكن تحتاج إلى 10 ريالات اللي هي قطع 10 قطع من فئة ريال، وممكن 5 ريال مع 5 قطع من فئة ريال، لكن في عدة خيارات لنا، لكن أسهل خيار هو إنه تحتاج قطعة من فئة 10 ريال. إذن الآن السؤال رقم 3، لاحظ تريد كريمة أن تشتري دمية 38 ريالا. طيب إذا كان معها من فئة 10 ريال، إيش اللي معها؟ ورقة واحدة من فئة 10 ريال فقط، فكم ورقة أخرى من فئة 10 ريال تحتاجها لتشتري الدمية؟ لاحظ أمثلها، هذه قطعة مع إيش؟ مع كريمة، معها كم قطعة من فئة 10؟ قطعة واحدة. الآن تريد أن تكملها لتشتري اللعبة حتى تحصل على 30، إذا نضيف 10 ثانية، ممتازين، كم صار لدينا؟ 20. هل تستطيع أن تشتري؟ لا. أيضا نضيف قطعة أخرى ويصبح لدينا 30، ممتاز. إذا الآن أصبح كم أضافت؟ أضافت إيش 20 ريالا، يعني كم قطعة؟ إلى 2 من فئة 10 ريال. إذا درسنا انتهى، والسؤال الرابع طبعا راح يكون واجب تحلوه في البيت، وبكذا ننتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.